عطاء شهدانا لا يقدر بثمن، لأن بذل الأرواح هو أسمى ما يقدم للوطن. صحيح إن يوم الشهيد هو رمز، إلا أنه في نفس الوقت يمثل بعداً وطنياً واجتماعياً ومعنوياً، تتجلى فيه قيم العطاء والبذل والتضحية والشجاعة. ستظل ذكرى الشهداء محفورة في قلوبنا، ولها بصماتها في حياتنا ومسيرتنا. منذ التأسيس يقدم أبناء الإمارات أرواحهم فداء للوطن، لرفعته وعزته وحمايته وحماية منجزاته. في هذا اليوم نخلد ذكرى أبطالنا الأبرار بكل فخر واعتزاز. هم مصدر الفخر والإلهام للأجيال المقبلة. في هذا اليوم نستذكر المواقف المضيئة لأبطالنا البواسل وأعمالهم الجليلة، ونتذكر تضحيات الأوائل الذين غرسوا في أبناء الوطن قيم الشجاعة والتضحية.